If two resistors R1 less than R2 are connected in series as shown, which statement is correct? مديني أربع جمل، تعالوا نشيك عليهم. بيقول لي the electric potential is the same across both resistors. ال V بتساوي I في R. طبعا هي ال I واحدة، مش شايفهم كلهم. يبقى ال V واحد بتساوي I R واحد، وال V اتنين بتساوي I R اتنين. طبعا مش متساويين لأن الريزيستورز مش متساوي، فالجملة دي غلط. The current I1 is larger than the current I3. لا، I is the same. هتعدي في السلك كله، كل المقاومات نفس الشيء، وبالتالي ده برضو غلط. The electric power consumption is the same for both resistors. ال P1 بتساوي I تربيع R1، وال P2 بتساوي I تربيع، متساويين في الآيات لكن الريزيستورز مش متساوية، وبالتالي ده برضو غلط. يعني من غير ما شيك على الجملة الرابعة، هي صح بس نتأكد. The electric potential at point B is smaller than that at point A. هو ال VA minus ال VB، التيار ماشي من ال A لل B، هيساوي I في R واحد زائد R اتنين. يعني ال VA أكبر من ال VB بالقيمة دي. الكلام ده صحيح.